النهارده هنعمل بوريتو بول. طيب البوريتو ده احنا عارفين بيبقى ساندوتش كده، في حاجات كتير قوي، رز، كميه خضار مختلفه، فراخ، نوع من الفاصوليا، ممكن مثلا الفاصوليا الحمراء. فاحنا هنعمل ده النهارده، بس بدل ما نقدمه في عيش ملفوف نقدمه زي الساندوتش، هنقدمه في بوله واحده. عندي ايه؟ عندي شويه من الرز الابيض المطبوخ، عندي شويه من الفراخ مسلوقه ومتقطعه مكعبات، عندي طماطم تشيري، عندي بصل، عندي جبنه شيدر، عندي صلصه، كزبره خضراء، فلفل اخضر، عندي فاصوليا حمراء وكرنب احمر، عندي شويه من عصير الليمون وملح وفلفل، وللصوص عندي زبادي وافوكادو. طيب عندي طاسه بتسخن على النار، وعلى طول هنزل بشويه من الزيت، هنزل فوقيهم بالصلصه، وهنزل عليها بالفراخ. هدي الكلام ده تقليبه كده مع بعض. هنزل عليهم بالرز اللي عندي. ناقص نقلب الكلام ده مع بعض كويس قوي. نتقلب لحد ما اللون ايه يتوزع على الرز كويس. هنزل شويه من الملح، شويه من الفلفل الاسود، هنزل كزبره، هقلب مره كمان، هرفع الرز من على النار. وقبل ما نجمع بقى الكلام ده مع بعضه، عايزين نعمل الصوص. عندي كبة هنا، هنزل بالأفوكادو، هنزل بالزبادي، كده عندي الصوص. ننزله كده في بوله هنا على جنب. هجيب بوله التقديم، بوله حلوه كده واسعه كبيره، هنزل بالرز، هاخد الطماطم التشيري هنزل بيها، عليها كزبره، عليها شويه من الملح الفلفل، وعليها عصره الليمون. هنقلب الكلام ده مع بعض. حلو قوي. هاجي بقى على البوله بتاعتنا، هنزل بالبصل، كرنب احمر، فلفل الاخضر، يبقى كده ايه متقدمه شكلها ظريف. في الاخر هنقلب طبعا الكلام ده كله على بعضه. فاصوليا حمراء،